الجمعة التي قضت 39 سنة من عمرها مربوطة بسلاسل وقفل للجدار بإسطبل للحيوانات، وهذا بسبب إعاقتها وسلوكها العدواني، حيث اضطر والدها لمنعها من الخروج خوفا من تعاملها بعنف وبطريقة وحشية مع الآخرين على حد تعبير أهلها. زميلة سكينة بالعروسي تنقل لنا معاناة عائلة أطواط من الوادي. في هذا الإسطبل الخاص بالحيوانات قضت الشابة جمعة صاحبة 39 سنة من بلدية المغير بالوادي، حياتها مربوطة بسلاسل وقفل للجدار بسبب إعاقتها وسلوكها العدواني، حيث اضطر والدها لمنعها من الخروج تخوفا من وقوع أي مشاكل. قلتك تهرب أودي، قلتك تهرب تهرب، كنا تقادرك تريح ومن بعد تقول يا طري هاوشي. وانا راني بنتي سارة وربطتها وكان قرض يوم محمد الشي اللي راه فيها في انا الاخران نشكي نجري على روحي. الله قالب راه الشي اللي اشتهى ربي مرحبا بيه وبلاد نصبر له ما عاد ما ندير. كي تقول لك ديرها مرحبا ديرها ما تجيش خلاص للدار طول ما تجيش. نعود نحوس عليها نلقاها هاملة مرحبا دي الناس كيما خافوا كاع ربي كيما الوجه نلقاها هاملة عندهم وقالوا لي عاد يشكو مني الناس قالوا يا خويا قبض منيتك ما عاد ما نديرو لها. والروض ما يرحمش. كنت تموت لي في الروض تموت لي كذا نحاذر عليها هنا خير من الهملة تاع الروض، الروض ما يرحم بنتي. الشي اللي اشتهى ربي انا صبر له بالعافية. الشيخ مصطفى وطواط والد جمعة رجل فقير الحال أعيته الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعدما طعن في السن لم يجد وسيلة للحفاظ على ابنته التي تعاني إعاقة 100% والتي تهرب من المنزل سوى ربطها بسلاسل بالمنزل. نلقي ذبان داوي والله يدين الرجال راه درك هي كثر خير كيما هالوجوه والله ما نسلكني باش نقول ما قال لا سلكني ربي لا قال بزري زيت حبس موه جلده تقطعت مازال قال هذا ما قسمش تكفيني تكفيني نقولوا احنا مرحمه ديرها بالبركه كان يتعاون فيا الشعب يعاون فيا المخلوق واحد يعطيني 100 واحد يعطيني 50 وواحد ما يعطينيش خلاص يقول له روح ديها للطبيب يداويها وانا قلت له نحبس الله قال. الحاج مصطفى أكد أنه صابر على ما ابتلاه الله وحاول عديد الأحيان علاج ابنته، إلا أن قلة الحيلة وفقره لم يمكنه من الاستمرار في رحلة العلاج، مناشدا السلطات والجهات الوصية مساعدته في التكفل بابنته.